من الصحافة العبرية بمناسبة مرور ما يسمونه الربيع العربي. المقالة طويلة جدا، ولكنني حاولت اختصارها تقريبا إلى الربع. قمت بحذف بعض الأمثلة منها، والمقالة أيضا مقتبسة من الصحيفة العبرية هارتس. صحيح أننا لم نحقق الحرية حتى الآن، لكننا على الأقل نستطيع أن نحلم بها ونتخيلها. هذا ما قاله ناشط حقوق إنسان سوري جوابا على استطلاع أجراه معه موقع رصيف 22 تحت عنوان هل كان من الأفضل ألا يحدث الربيع العربي مطلقا؟ نشرت صحيفة الجارديان هذا الشهر نتائج استطلاع شامل آخر بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة على اندلاع الثورة. لقد حدث الربيع العربي في 8 دول، وفي جميع هذه الدول باستثناء مصر أجاب أكثر من 50% من المستطلعات آراءهم بأن وضعهم اليوم أسوأ مما كان قبله. أجاب 60 إلى 75% من المستطلعات آراءهم في سوريا وليبيا واليمن أنهم نادمون على اندلاع هذه الثورات في بلدانهم، وفي الدول الأخرى كانت النسبة 40%. وعندما سئل المستطلعات آراءهم بأنهم يتوقعون هل يتوقعون مستقبلا أفضل لأولادهم، أجاب 5% فقط منهم في اليمن بالإيجاب، وسجلت النسبة الأعلى من الإجابات الإيجابية في مصر حيث كانت 26% وفي تونس 22%. ولكن هل من الصحيح الحكم على هذه الثورات استنادا إلى إنجازاتها وبالأساس على إخفاقاتها في تحقيق شعارات المتظاهرين، والتي كانت الحياة والحرية وكرامة الإنسان على مدى قصير وهو فقط 10 سنوات؟ هل تنبع صورة الوضع الحالي في الشرق الأوسط من تلك المظاهرات الضخمة التي أسقطت أنظمة وخلقت تكتلات وأنظمة جديدة؟ هل يمكن أن نحاكم الديمقراطية في الشرق الأوسط أو غياب هذه الديمقراطية استناداً إلى معايير دولية فقط؟ أم هل يمكن فحصها بمقارنات محلية؟ البروفيسور مارك لينتس الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة يعرف تلك المقالات المنتشرة في أواسط الخبراء والسياسيين الذين يعتقدون أن هذه الثورات قد فشلت فشلا ذريعا في عدد من الدول التي شهدت هذه الثورات، التي قامت فيها أيضا دكتاتوريات أسوأ من الدكتاتوريات التي تم إسقاطها. في مقال بعنوان الانتفاضات العربية لم تنتهي بعد، والذي نشر في العدد الأخير لمجلة فورين بوليسي، يقول لينز إن هذه الافتراضات هي الافتراضات الأخيرة في سلسلة استنتاجات غير ناضجة، حيث اعتبر معظم المحللين قبل العام 2011 أن استقرار أنظمة الحكام المستبدين أمر مفهوم ضمنا، وها هنا قد اكتشفنا أن هذه الافتراضات كانت خاطئة. كتب لينتس بعد الإطاحة بأربعة حكام ترسخ تقدير يقول بأن المنطقة غارقت في موجة ديمقراطية لا يمكن وقفها، وقدر آخرون أن ينتج عن هذه الثورات سيطرة حركات إسلامية، وهذا ما حدث في بعض البلدان، وتبين أن بعض التقديرات غير صحيحة. قال لينز إن المطالبة بالديمقراطية كانت سلسلة من عدة طلبات وأمور طرحها المتظاهرون، ووجود أشخاص طغاة يجلسون على كرسي القيادة لا يدل على فشل الثورات، وحسب رأيه فإن هذه الثورات لم تنتهي بعد. لا يمكن اختبار مؤشر النجاح أو الفشل فقط بحسب معايير محلية، أو أن يترسخ ذلك في فترة زمنية محددة. هناك مراحل لتطور الثورات، بداياتها تكون بضائقة شديدة تعم طبقات كثيرة في الدولة، وليس بالضرورة أن تكون هذه ضائقة اقتصادية. عندما تتحول الضائقة إلى قاسم مشترك للطبقات الفقيرة والطبقات الوسطى، تنشأ هنا مجموعة ضائقة ذات كتلة هامة. في المرحلة الثانية، من شأن مجموعة الضائقة أن تعبر عن نفسها بشكل علني وتعبر عن ضائقتها. تحدث اضطرابات، مظاهرات محدودة، ويحدث هنا كتابة مقالات ومنشورات في الشبكات الاجتماعية، وهناك انتقاد ساخر وشعارات حادة، كلها
تحدد مساحة الاحتجاج وتبدأ في رسم طلبات الناس. في هذه المرحلة يمكن أن تنتهي الاحتجاجات فيجري قمعها وتتوقف، ولكن في الدول التي اندلعت فيها الثورات تحول الاحتجاج إلى تمرد حقيقي، وهو تمرد لم تتمكن قوات الأمن وأحيانا لم ترغب في التصادم معه. وعلينا تقدير درجة الضائقة وشعور اليأس والغضب كي نفهم درجة الشجاعة المطلوبة كي تواجه القوات المسلحة هذه الأنظمة بدون سلاح. ولكن عندما يندلع التمرد فهو لا يضمن حدوث ثورة حقيقية حتى ولو تمت الإطاحة بالحاكم السابق أو تصفيته التي ستجسد وتحقق كل متطلبات المظاهرين، وهو يعني بذلك الثورة الحقيقية. إن الانتقال من حكم ديكتاتوري إلى حكم ديمقراطي يحتاج إلى تنظيم واستعداد سياسي يترجم الاحتجاج والتمرد إلى إطار سياسي ديمقراطي، يحشو الميادين داخل مبنى البرلمان ويحول الشعارات والمنشورات إلى برنامج انتخابي. هنا انقسمت الدول، يقصد بذلك الدول العربية، طبقا لتقاليدها السياسية وبنيتها الاقتصادية الاجتماعية ونوع العقد الذي كان سائدا بين النظام والشعب، كل حسب نظامها. مثلما أن الثورات لا تندلع في اليوم الذي تحدده وسائل الإعلام، فإن نهايتها أيضا تكون عملية طويلة قد تستمر لسنوات. والسؤال، وهذا مهم جدا، هل خلقت هذه الثورات موجات ارتدادية طويلة المدى في الدول التي حدثت فيها؟ وهل لها تأثير يتجاوز الحدود الجغرافية؟ في دول الثورة سارعت الأنظمة الجديدة إلى صياغة مواثيق ودساتير جديدة، على الأقل على الورق، أعطيت فيها مكانة محترمة لحقوق الإنسان وحرية التعبير ومكانة النساء ومبدأ المساواة التي حظيت بصفة مبادئ الثورة أو ما يسمى روح الثورة، أي أن الحديث يدور في معظم الحالات عن ضريبة كلامية سحقتها الأنظمة بحملاتها الوحشية والقمعية، ولكن لا يمكن تجاهل اعتراف الأنظمة بضرورة إجراء إصلاحات طالما أنها لا تمس ببقاء النظام. حطمت ثورات الربيع العربي رؤية الغرب التقليدية التي تقول إن الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية القوية هي رهينة للهدوء والاستقرار، وبالأساس لدعم غير محدود للولايات المتحدة وسياستها، وأن السلوك الفاسد وسحق حقوق الإنسان والقيود والإخفاقات الاقتصادية العميقة كلها تؤدي إلى حدوث الثورات التي تطور عدد من هذه الثورات إلى حروب أهلية. إن مشاهد القتل والفوضى في عدد من الدول العربية التي تطورت، أقصد هذه المشاهد بعد ذلك إلى ثورات، تدفعنا للمقارنة بين الفترة التي كانت قبل الثورة والواقع الحالي، ولكنها مقارنة قد تطمس الحقيقة الأساسية، وهي في أن واقع الماضي الذي اعتبر جنة عدن من الاستقرار والهدوء هو الذي ولد هذه الثورات. مفهوم الربيع العربي فقد سحره في عيون الغرب، وعندما خاب الأمل عاد الغرب إلى الرؤى الاستشراقية المريحة التي فسرت له الشرق بأنه عديم الأمل، هذه الرؤى التي لم تؤمن قط بأن ربيعا عربيا يمكن أن يحدث في يوم من الأيام. قمت بقراءة بعض النقاط المهمة من المقالة، ولكن ولا يعني ذلك اتفاقي أو عدم اتفاقي مع بعض البنود فيها. تحياتي.